مأجورة يا أم الحسن بسبط الرسالة، مأجورة يا أم الحسن بسبط الرسالة، خلي يحكي عنا عاشرة ويذكره ولا هذا الذي بحجرك رب بحضن الجلالة، منظر ميمونة وقع والأجل شاله، منظر ميمونة وقع والأجل شاله، كم صار بجسمه وسبع أثر وصاله، نار العطش يم النهر يجري زلاله، مرمي على الوطية ما رحمته وميه، مرمي على الوطية ما رحمته وميه، هذا جسد محمد مأجورة يا زكية، هذا جسد محمد مأجورة يا زكية، مأجورة يا أم الحسن بسبط الرسالة، خلي يحكي عنا عاشرة ويذكره واله، هذا الذي بحجرك رب بحضن الجلالة، منظر ميمونة وقع والأجل شاله، يا حسين كم صار بجسمه وسبع أثر وصاله، نار العطش يم النار يجري زلاله، مرمي على الوطية ما رحمته أمية، مرمي على الوطية ما رحمته أمية، هذا جسد محمد مأجورة يا زكية، هذا جسد محمد مأجورة يا زكية، قلب سامي استقر والجبين انطبر، عافر بعاشرة للخيول استعد، يا بتول الجسد للصبط عابرة، عين جيش الغدر عين ترعى الخدر، زينب الحايرة والشمر من صعد، هالوجود ارتعد صاعد باترة، بعين الرزية ينظر علمها، نار بفؤاده ونار بخيمها، وسهم المثلث بعاشر هدمها، راح الكفلها وراح يلمها، بعين الرزية ينظر علمها، نار بفؤاده ونار بخيمها، وسهم المثلث بعاشر هدمها، راح الكفلها وراح يلمها، البسوا ثياب السوار واعلنوا يوم الحيدان، البسوا ثياب السوار واعلنوا يوم الحيدان، على المظلوم باراضي الغادر هي، على المظلوم بارض آمنا بها الأحزان، آمنا بها الأحزان، يا المرمي على التربان، آمنا بها الأحزان، يا المرمي تربى منا، آمنا بالأحزان، يا المرمي عالتربى، كل المصايبها ونت إلا مصيبة هالمنحور، ما ظن مثل وجد أعظم ذكرى دوم دهور،
تشعل قلب نبي الحزن ما ينجبر ظل مكسور كل عارض صارت كربلة كل يوم يتجدد عاشور آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان شهر دمع العين لا تمصدور نلبس زيع بالفاجعة كل منزل حسين يزور لا ما يبعد بيروينا كل قطر الغالي مذكور مصرع لحسين بكل نظرة رد التحية مهجور رد التحية مهجور آمنا بهالأحزان يا المرمي المرمي عالتربان لو كل شيء بحزنه هرم وبيضت عنا من النوح ما وفى قطرة سائلة من نحر حسين المذبوح لا غسل ما لف كفن بحر البراري مطروح فوق السهم نابت سهم عمق الجرح نزف جروح لو كل شيء بحزن هرم وبيضت عنا من النوح ما وفى قطرة سائلة من نحر حسين المذبوح لا غسل ما لف كفن بحر البراري مطروح فوق السهم ثابت سهم بعمق الجرح نزف جروح آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان هذا ريحة نج فاطمة صبط النبي المختار هذا صيرة العاقبة بضعة علي الكرار هذا القرآن بمنطقة موعود بآيات الثار معذور اليفدي موجته ويدفعنا أجل العمار آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان آمنا بهالأحزان يا المرمي عالتربان وتبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد ما
طلوده كي ما يرى الموت اغترابه يقتل ضمحانا بقرب النار ما ذاق شرابه من مثله صار الى قيل يا عادي ترابه بقتله قد ملأت الدنيا افتجا عنوى انتحابا صبط الهدى بات طريق يرمى على حر الصعيد ويسقى من دم الوريد تبت يداك يا يزيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد حسين في دياج الطف في البيداء ملقاه بعد ثلاثا عاريا من حمم الويلات يسقى كم ضربة حرع بالسيف على الهام تلقى أمثل ابن المرتضى والبضعة الزهراء يشقى وعد سيبقى ووعيد لهذه الذكرى نعيد نشد بثارات الشهيد تبت يداك يا يزيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد تبت يداك يا يزيد بقتل مولانا الشهيد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يسمع العالم كل حين ما قد جرى أدمع كل عين وكل شيء قد نعى الحسين ولن يكون مثل كربلاء وحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين فليسمع العالم كل حين ما قد جرى أدمع كل عين وكل شيء قد نعى الحسين ولم يكون مثل كربلاء ماذا تقولون إلى الرسول هذا الحسين مهجة البتول أمثله يداس بالخيول يذبح وطشنا بكربلاء ما ذنب هذا الثائر الطريح ويستبح جسمه الجريح يبيت في ظلماء ذبيح بعاشر تضج كربلاء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين فليسمع العالم كل حين ما قدر أدمع كل عين وكل شيء قد نعى الحسين ولن يكون مثل كربلاء ماذا تقولون إلى الرسول هذا الحسين مهجة البتول أمثله يداس بالخيول يذبح وطشرا بكربلاء يا